اهلين حبوا بيتي، السلام عليكم. اليوم ها جا الوقت تاع بزاف الطلبات تاع الاخوات اللي كتبتوا لي حنان ورينا طريقه تطيب في فول السعاده واسكو مليح وعملي ولا لا، وكاين اللي راه عندكم وقلتوا لي حنان راه يحرق لنا الكاطو سيرتو لي صابلو هادو لي كاطو حساسين، وكاين اللي راكم عاده باغيين تشروه. شوفوا انا نقول لكم ما كاش حاجه مخيره كيما فول السعاده، هذه هي عندي كاع الافراش شفتوا اللي كيما نقولوا الذيق وكل شيء. عندي ثاني فول تلمسان هذاك اللي كنت شريته تاع البوطاجي، هذا ثاني مليح النار تاعه جايه من فوق. بصح السعاده علاش يحرق لكم الكاطو؟ راكم تقووا النار اون بليس النار تاعه جايه هكا تحتها. انا نفضل هذا خاطر شعلها النار جايه هكا سيتو المخبوزات. قد ما تشوفي نوريها ليسونسيال البنات باش ما يحرق لكمش الكاطو تاعكم، هو لا اسكو مليح ولا مشي مليح، مشي غير مليح الهبال تاع الدنيا طيابه. شوفوا روعه ماشي سيختو البيتزا، بيتزا تخرج لكم خير من تاع برا. ديجا راكم شفتوا كاع لي فيديو تاعي تاع لي بيتزا والمخبوزات. اسكو شريتها قلتوا لي غاز بوطان ولا غاز دو فيل؟ ها هو ها هي القرعه تاع الغاز، انا شريت قرعه تاع غاز. نتوما كي تجوا تشرو تقولوا له اسكو راكم باغيين تاع الغاز ولا تاع الغاز دو فيل ولا تاع الغاز بوطان هذا تاع القرعه. انا بغيتها كيما هكا، بصح نقدر من بعد بلوطار ان شاء الله نقدر نحي لي باك راهم ملهيك من لورا وندير له تاع يعني الغاز دو فيل اذا بغيت نبدل. وانتوما من الاحسن من دوبي خير ان شاء تشرو يا غاز بوطان تاع القرعه يا غاز دو فيل، انا هذا يعني غاز بوطان راه مساعدني روعه. نروحوا زعما الاستعمالات تاعه كيفاش يطيب وكاع، راني جايه معكم البنات. انا ننصحكم زعما اللي بغات تشري فول سعاده سقسيتوني عليه، قلت لكم راه بزاف شباب وعملي خاصه البيتزا والمخبوزات والحلويات والكا. الحلويات شا ديروا؟ شدي تشوفي ماريا نوريهم، راكي دايره الكبيره ماشي الوسطانيه. انا اللي شريتها تاع القرعه واللي بغات تاع غاز دو في غاز دو في. هو يجوا مع هذا تجي مع هذا السنيوه صح، هذه وحده بسم الله. هما في الاول اللي يجوا شتو الومنيوم يجوا فونسي جدد، معناتها جداد تاعهم ها هما جدد يا اخي افيك لو طون مع الطياب وكاع شغل. هذا هذاك الالومنيوم اللي يبرق ينحرق مع الوقت، ينحرق من النار يولي هكا مي بون معليش عادي تغسلوه نورمال باش زعما يعاود يولي كيما كان. هذه نساوها صاي خواتاتي تجي معاه هذا السنيوه، دوك نفهمكم في الطياب تاعه راني راح نفهم اللي ما عندهمش. وتجي معاه هذا السنيوه، انا هذا السنيوه كي تبغوا طيبوا الصابلي ولا اي كاطو خفيف ديروا هذا السنيوه، كاطو جينواز مسكوتشو هذو كاع غادي تشوفوهم معايا ان شاء الله. ونعطيكم دوك نعطيكم قعدوا معايا اسكو تشعلوا النار من تحت ومن الفوق ولا غير من تحت وصاي فهمتوا. المهم كي تبغوا بايزون راح نطيبوا كاع انواع الكاطو صابلي عرايش قنيدلات، المهم كاع هذو الكاطوات الحساسين شعلوا النار من تحت يا اخي ها راهي من تحت، وزيدوا شعلوا الفوقانيه ها راهي، ديروا السنيوه قبل هذه يا اخي شعلوا النار وديروا هذا السنيوه. هذا السنيوه كحمايه هما دايرينها لكم باش ديروا فيها هذا السنيوات الصغار هذوك تاع هذو تاع البيتزا وكاع. دوكا نتوما انا هذو كاع ما استعملتهمش باسكو صغار البيتزا نديرها كبيره. هذا ديروا كي تبغوا طيبوا الكاطو علاش قلت لكم صابلي مانيش عارفه بقلاوه كاع انواع الكاطو سيغتو الحساسه شعلوه وديروا هذا السنيوه هي الاولى، هذه هي اللي تحمي كحمايه. ومن بعد ديروا هذا هذا هنايا الفوق في الوسط صايب ها هو في الوسط، بصح اكونديسيون ديروه يشعل من تحت ومن الفوق والسنيوات كيما راهم. هذه اللي راهي ويا واقيه واقيه الكاطو تحميه باش ما ينحرقش من تحت. كي ديروه يسخن من تحت ومن الفوق وراكم رايحين تدخلوا الكاطو تاعكم يطيب صايب، سخنوه قبل ب 10 دقائق البنات راكم رايحين ديروا الكاطو تاعكم يطيب. شا ديروا؟ طفوا الفوقاني فوقاني طفوه كاع كاع ما تنقصوناش طفوه، خلوا هذيك السخانه الكبيره كاع تخرج شويه واحد 30 سكوند ودخلي الفلان تاعك تاع الكاطو سوا كاع الكاطو اللي ذكرته لكم وبلعي الكوشه تاعك يا اخي وراكي تعسي فيها النار انا تاعي هنايا ما راهي قاويه ما راهي ناقصه هذيك هي ما نقصلهاش النار. كاين تاع الغاز دو فيل ما نعرف ما على باليش لا تجي النار قاويه، الا صتو النار قاويه بزاف بزاف كي تسخن من تحت ومن الفوق طفوا الفوقاني وراكم رايحين تجي تدخلوا الكاطو. خلوا هذيك السخانه الفور هكا شويه يتهاوى كيما نقولوا واحد 30 ثانيه، والتحتاني اذا كان قاوي بزاف نقصوا له ودخلي الكاطو تاعك
وراكي واقفه تعسي فيه، ما تغفليش عليه، اقعدي عسي سيختو اللي تخدموا لي كوموند. طلي عليه اللي قلتوا لي يحرق لنا في الوسط، في الوسط قاعد يحرق، ما يحرقش. ديروا هذه الطريقه عن تجربه. ومن بعد واش ديروا؟ كي تشوفيه صفار راكي طلي وتشوفيه من ها تشوفي السيفون تاعك صفار من تحت شويه، طفي من تحت وشعليه من فوق. وراكي تعسي كيما الصابلي، انا ما نبغيش كاع ابلون ابيض، نبغي فيه شويه ديك السفوريه الباهته، حموريه باهته، نشعل عليه يطيب كاع سواه. فهمتوا البنات؟ شعلوا بصح نقصوا، شعلوا الفوقاني، عاود شعلوا الفوقاني كي يطيب شويه تشوفوا الصف، شعلوا الفوقاني بصح نقصوا له خاطر يحمر لكم جهه بجهه، كي تنقصوا له الصهد كاع يفوت كاع توتوتو. فهمتوا؟ وعاود خرجي السنيوه تاعك وراهي جاهزه. فهمتوني البنات؟ وكي طيبوا هذا هو، هذه هي لاستيس. واللي بغات تخدم له حديده عند اللحام اللي يخدم الحديد وهذوك الالومنيوم وكاع، اخدمي له حديده خشينه على هذه وما تديرونجيكش كي تجي تدخليها، ما فيهاش هذا الحدبه، وهذه منها هكا خدميها مستويه، اعطيه الطول والعرض وديريها اختي والله العظيم تجي خشينه عليها، تحمي لك الكاطو روعه. فهمتوني البنات؟ وكاين اللي بناوهم، كاين اللي داروا الكارلاج لتحت هنايا، داروا كارلاجات تقال سيموهم وداروا كارلاجات تقال ايوا وبداو يطيبوا، بمعنتها باش ما النار ما تكونش قاويه. فهمتوني؟ انا نفضل هذه الطريقه، عجبتني وراني نديرها. وكي تجوا طيبوا البيتزا تاعكم، انا هذه ما نديرهاش، هذه دوكا نروحوا للبيتزا. البيتزا كي تجي طيبيها والمخبوزات كاع، البيتزا والمخبوزات شاد ديروا، شعلوا من تحت ومن الفوق النار، شعلوها من تحت ومن الفوق، خلوها واحد القاع 10 دقائق وهي شاعله والكوشه تاعكم سخونه. راكي رايحه تدخلي الكحك تاعك ولا البيتزا، روحوا البيتزا هي الاولى. شادير البيتزا كي تجي رايحه تدخليها السنيوه، خليها خلي الفرشه الفرن الكوشه تاعك شاعله من تحت ومن الفوق مده 10 دقائق، كي توشي يدك هكا تحرقك ما تقديش تحطيها. فهمتوا؟ لازم الكوشه تحرقك. علاش البيتزا شتوني كي نديرها منبله وتعجبكم؟ راني نوريكم كاع لي زاستيس تاع الطياب. تدخلي السنيوه تاعك ماشي هنايا، ماشي في الاول، خليه شاعل من تحت ومن الفوق، بصح دخليها في الرف الوسطاني البنات. كاين الاول ها هو، كاين الزاوج وكاين الثالث ها هو، ما ديريهاش في الطروازيام، ديريها في الدوزيام هذا اللي بيناتهم فوالا. وما ديريش الحديده، tu n'as pas besoin باش ديري الحديده. فهمتوا؟ باش تخرج لك البيتزا منبله. كي ديريها مباشره هذوك النباب اللي يديروا مسخانه بزاف، جربوها تشوفوا البنات، ديروا هذا الحديده وديروا البيتزا تاعكم يعني هذا فوق هذا الحديده شويه طول باش دير لكم، دير النباب بصح طول شويه، مي كي تحطوها مباشره والفور سخون هذا تحطوه في الوسطاني. راني فهمتكم. والغاز شاعل من تحت ومن الفوق، راني نحكي على البيتزا، البيتزا هذه. نروحوا للكحك والمخبوزات كيما السوفلي كيما الكوكا كيما انواع كاع تاع البيتزا كوفر وال الكحك سيغتو، تاني الكحك اللي تخدمو شاديرو، شعلوا الغاز تاعكم يسخن من تحت ومن فوق مدة 10 دقائق. ومن بعد كي تجي رايحة طيبيه راكي تشوفي فيه راه سخون، شاعل من تحت ومن فوق، طفي الفوقاني. صايني راح ندخل السنيوه تاعي تاع الكحك ولا السوفلي ولا طفي الفوقاني، خاطر الفوقاني شايدير يحمر لك بالخف هذاك الصفار تاع البيض سيغتو لي مطليين، بالخف يخمره يحمره لك ويتقل لك الخبيز، يعني ما تطلعش بالخف ويتشقوا لك سيغتو لي راكم تخدموا لي كوموند وكاع تاع الكحك، الكحك تاعك يجي مشقق. راني عطيتكم كاع لي زاستيس تاع الطياب، السر تاع الكحك تاعك باش يجي منفخ ويجي هشيش ويجي قطني ميم لي سوفلي. شاديروا غادي نطيبه قدامكم، ديجا طيبته قدامكم في تلمسه بصح ما وريتكمش طريقه الطياب، قلت لك شعلي من تحت ومن الفوق يسخن واحد 10 دقائق، كي تجي رايح تدخلي الكحك تاعك ميم السوفلي طفي الفوقاني، خلي هذيك النار القاويه تروح، قلت لك واحد 5 دي سكوند هذه سبيسيال للكحك، ودخليه في الرف الوسطاني ماشي هنايا في الوسطاني، وكاين هذا الطروازيام دخليه في الوسطاني وطفي الفوقاني، طفيه قبل لا ودخلي الكعك تاعك وبلعي الكوشه تاعك، وراكي واقفه عليه تعسي تشوفيه تنفخ بالخف، كي تشوفيه تنفخ وتشوفيه ماشي حمار شغل ولا اصفر باهت وتشوفيه تنفخ، طفي بالخف من تحت وشعليه من الفوق.
وشعليه من الفوق، خليه من الفوق قاوي، خاطرش انا النار تاعي كيما نقولوا ناقصه ماهيش قاويه بزاف، اللي عندها من تحت ومن الفوق قاوي البنات تنقص، راني قلت لكم عن تجربه. دوك نشعلها معاكم ونوريكم النار اللي كيما النار تاعي تخلي عادي، تشعلي عليه من الفوق ايا وتشوفي كي تشوفيه صفار كاع حمار كاع، انا يا يحمر لي كاع سواه ولا حبه تقعد لي بيضه، كاين حبه ولا زوج هنا في الجنب راني نقلع ونعاود ندنيهم منها نلزهم كاع في الوسط، فهمتوا الشيرات؟ شوفوا يجي روعه. دوك هذا اللي ما تقبر رمضان ان شاء الله نطيب لكم فيه الكح ونوريكم البيتزا، راكم شفتوها راني درت لكم عليها فيديو في القناه الزوجه كوزين حنا للمخبوزات والحلويات، راه فاتت المليون مشاهده كاع راكم تدعوا لي فوالا. او والسوفلي كيف كيف، السوفلي ثاني كيما الكحك. بزاف راكم تكتبوا لي وتقولوا لي حنان كحكنا ما يجيش كيما تاعكم، ما فيش ذاك البارق، خاطر راكم تشعلوا عليه من الفوق، راكم تسخنوا الكوشه بصح راكم تشعلوا عليه من الفوق، نورمالمون تشعلوا من الفوق ومن تحت، كي تجي راح تدخلي الكعك تاعك تخلي ديك السخانه الكبيره خرجت وتدخليه غير 5 سكون تخليها تخرج الباب محلول وتدخليه حبيبتي، تخليه طيب كي تشوفيه صفار ماشي بزاف غير شويه، خاطر لو كان تخليه يحمار من تحت النار يطفيها من الفوق وتعاودي تشعلي من تحت، عن تجربه رايح ينحرق لك، لو كان يحمر من تحت بزاف يعني طيب تخليه يعني طيابه نورمال يولي حمر كيما من تقلعيه، وتشعلي عليه من الفوق بصح راه يطيب من الفوق بصح الصهد اللي تحت راه يزيد يحمر فيه ينحرق لك، انت قبل ما يحمر غير تشوفيه صفار بلا ما حمر غير صفار كيما قل قل من الزعفران باهت الزربي، شعلي من الفوق طفي من تحت وشعلي من الفوق فهمتي، ولا قبل ما كي تشعلي من الفوق عاودي ديري هذا السنيوه معناتها على الكحك ديريها بالخف كي منها، راني نحكي على الكحك اللي تخدموا لي كوموند تاني واللي طيبوا في الدار عادي لوليداتكم وازواجكم ولا فامي وكاع، بالخف ديري هذا السنيوه وهي راهي بارده ما ديريهاش من الاول، ديريها كي تجي تشعلي عليه من الفوق الا خفتي ينحرق لك ويزيد الطياب، واللي طفرت وحمار لها من تحت يعني الطياب هذاك العادي قلت لك الزربي ديري هذا السنيوه، السنيوه هذه شدي تحيد عليك الصهد هذاك الكبير اللي من تحت باش ما يزيدش يحمره لك، يطيب في غرضه بعقله من الفوق، صاي خواتاتي هذه هي، سينو ديري كيما الطريقه الاولى قلت لك غير صفر باهت وشعلي عليه من الفوق ما تنقصي لهش، الا كانت النار قاويه بزاف نقصي له فوالا، هذو هما لي زاستيس تاع الكاطو العرايش البق، شوفوا كلش يطيبه، الحديده هذه تحيد لك هذه راهي كحمايه وقايه، ديريها اختي، البيتزا قلت لك ما ديريش حديده طلعيها الفوق، الصابلي ديريها وطلعي البلاطو الفوق كيما هكا، اذا كانت النار قاويه من تحت ومن الفوق نقصوا، دوك نشعل خواتاتي وتشوفوا النار تاعي انايا، نبداو بسم الله نحل القرعه تاعي. اصبروا دقيقة. شيرات البريكة انحرقت لي. فوالا الصبر نزيد نشعل من الفوق وري منا. ما تقدميش التليفون تحرقيه لي. شعلوهم كاع في الأول. شيرات ديروه كاع قاوي في الأول. البنات ها راهي النار تاعي ها شتوها ما راهاش قاوية. اللي دير الكاطو تاعها كيما انا تاعي ماشي قاويه بالقرعه هذه تاع الغاز، اللي النار تاعها كيما هكا ماشي قاويه ما تنقص لهاش دير غير هذا الحديده، شوفوا من الفوق ها ثاني الكحك ثاني كي ديروا من الفوق ها شتوها ماهيش قاويه ثاني الكحك وكلش ما تشعلوش من الفوق ها عفوا الكحك وكاع ما تنقصولهاش خلوه هكا، علاه قلت لكم انا ما نقصش كي ندير الكحك نطلعها من فوق ما نقصش نخليها هكا باسكو ما راهاش قاويه فهمتوا، برك نطفي كي نجي نحمر نشعله بصح البيتزا من تحت ومن فوق، شوفوا سبحان الله راكم تشوفوا النار غير قليله بصح هذه الماده هذه تاع هذا السعاده كي تسخن غير هذا النار شويه وتشعل تشعلها مليح يعني ديرها قاويه فهمتوا، هذه هي الشيرات ان شاء الله نكون فدتكم، اي سؤال انا في الخدمه زيدوا كتبوا راني في الخدمه، المهم من بعد نوريكم كيفيه التنظيف، هذو غير كي ندير المحمر ولا ندير اللحم نحمره هنا ولا ندير العصبه شغل هذاك الزعط، دوك نعطيكم استيس كيفاش تنظفوه يولي مرايه، صاي الشيرات هيا ديروا لنا لايك وبارطاج تهلوا راني تهليت فيكم وريتكم كلش وبمصداقيه وصوالح ناجحين، هذه هي خواتاتي يعني حنطفيها دروك. المهم البنات الشيرات
فهمت هلا بارطاج لاختكم كيما راني انا نفيد فيكم، نتوما ثاني فيدوني عاونوني ساعدوني بالبارطاج، ما راكمش كاع متهالين، وديروا لايك بارطاجيوه في الفيسبوك في الجروبات مع الحباب، راكم تستفادوا ماشي تستفادوا وانا ما نستفادش منكم، نتوما ثاني نستفاد منكم عاونوني بالبارطاج. هذه هي راني نمد لكم كلش بمصداقيه، نتهلاو ديروا لي بارطاج الماكسيموم في اقرب مجال كيما يقول لك باش الناس ثاني تستفاد، وانا ثاني الفيديو تطلع لي يعني ما يدوش لي زاستيس تاوعي ناس واحد اخرين راكم تعرفوا راهم غير الدين 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 الدين. هذه هي قوتاتي، وبالك ندير لكم راني نقول ندير لكم البقلاوه التقليديه، مشي لي بالمايزينا، مشي لي تتورق بالمايزينا، اللي تتورق بالدهن ما نقولش خلوها مفاجاه، وان شاء الله بالك ندير لكم العايش والكحك اوفيسيال انا راح ندير لكم هو البقلاوه هنايا نوريكم لي زاستيس طيبو. كاين الكحك تاعنا اللي يحسبه بريوش ديروا في رمضان باش تشربوا بيه قهوه حليب لوليداتكم، نوريكم الطريقه كيفاش، الوصفه راهي هنا في القناه وفي قناه الزوجه. مع السلامه في امان الله، تهلاو لي في العميره وديروا لي بارطاج ولايك وربي يستركم، خليتكم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه في امان الله، باي باي.